مساء الخير عليكم وعلى كل اللي بيشاهدونا. النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيو على الشوايه اللي بتتحط على عين البوتاجاز ام ميه. الشوايه دي خامتها زي معدن، وزي ما انتم شايفين كده هي مجوفه، تمام، اتقلبت اللي بتتحط. ايوه ده الغطا بتاعها. هي يا جماعة هي صاج، يعني انا افتكرت هي صاج بس بتستحمل، محدش بيقول انها هتتخرم ولا حاجة، لا بتقعد وقت طويل. بيتحط جواها كوباية مية زي ما انتم شايفين كده لغاية لما نوصل للاخر. بتفضلي المية مهمة، يعني المية هي اللي بتسوي اللحمة اللي بتتحط على الشواية، تمام كده. في ناس بيحبوا يحطوا شوية توابل في المية، ما فيش مشكلة يعني. وادي الغطا بتاعها، الصاجه اللي فوق دي بقى هي دي اللي بيتحط عليها اللحمه، تمام كده. الشوايه دي والله ممتازه جدا، انا جربت كذا نوع من الشوايات الكهرباء، اسعارها اغلى طبعا الكهرباء، انما دي سعرها يعني ما عدتش ال 100 جنيه، لكن بتقعد وقت معايا، قاعده وقت طويل جدا معايا، وبتطلع اللحمه طريه وبتستوي بسرعه وعلى النار، وطريقه تنظيفها سهله جدا بشويه ميه وصابون واسبونشه بس في ساعتها، يعني ما تسيبيهاش الشوايه وقت بالليل ولا حاجه وتنضفيها، لا تتنضف في ساعتها، هتتنضف بكل سهوله ومفيش فيها اي مشكله. زي ما انا قلت لكم ان سعرها ممتاز، اقل من 100 جنيه، وموجوده يعني انا ما شفتهاش بتتباع في حته بصراحه، شفتها على النت وفعلا اشتريتها من بنوته كانت بتبيعها على موقع كده في النت وكده، وتجربتي معاها حلوه، بس فيها عيب واحد هو الدخان، والدخان برده ممكن ان احنا يعني هو برده مش عيب، لان هو في ايدينا ان احنا نتحكم فيها. بصوا هو هنا على الطبيعه بقى حطيتها على النار، وتحطي فوق شويه زيت على اللي فوق عشان اللحمه ما تلزقش، تمام كده. وبتحط حوالي 4 قطع لحمه كبار زي ما انتم شايفين. طبعا النار البوتاجاز بتكون عاديه، اللي هي النار العاليه بتاعت البوتاجاز بتاعتنا، تمام. او لما تولع لازم طبعا تكوني فاتحه شباك او شفاط زي ما انتم شايفين كده اهوت. ادي اللحمه المشويه اتحطت عليها. اول ما اطلع دخان هتجيبي كوبايه ميه وتقومي ايه حطهم فيها زي ما انتم شايفين اهو، كوبايه ميه وتحطيهم جواه، خلاص هتبصي تلاقي الدخان قل بكتير، اللحمه بتطلع طريه بشكل غير طبيعي، بتطلع مستويه، ما بتاخدش وقت، يا دوبك حاجه بسيطه وخلاص. يا رب اكون